مرحبا شباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سرياني من ميوزك جير. اليوم رح نحكي عن تشريق السكيل كوارتر تون. مثل ما بنعرف A1000 المميز فيه انه عنده ماكينة شرق من برا، وبذات الوقت بشرق غير اورجيت. اكيد تشريق كله قدامنا، كبسة واحدة نعمل كنسل. في شي بدي زيد عنه قبل ما افوت بقصة كيف بشرق غير اورج؟ عنا كبسة السي، إذا مضلنا كبسين عليها بيجينا عنا 4 سكيلات. في كتير شباب سألوني ليه ما فينا نعمل 4 سكيل مثلا، لأنه ممكن يكونوا مشرقين السي، مشرقين الفادياز، ناقص 35 أو ناقص 25 حسب التشريق اللي بدكم إياه. فنحن بصير عنا إياها 4 سكيلات قدامنا. طريقة نفوت على البصبة وشرحتها بالمانيوال من قبل، اللي هو بنفوت على الجلوبال، جلوبال تيونينج، نرجع سكيل، يبين عنا هون قد ايه بدنا نحن، وهون شو بدنا نشرق. تنفترض نحن نشرق السي والفا دياز. فا دياز بدنا نعملها 30، تنفترض ناقص 30، والسي بدنا نشرقها بدنا نعملها ناقص 35، وبدنا نشرق الدو دياز كمان نعملها مثلا ناقص زائد اللي بدكم اياه انتم فيكم تعملوها. خلصنا هولي، فينا نحفظهم حي الله بريست من هول البريستات الأربعة. يعني بدنا على سكيل 1 نجي على السهم من هون نكبس كوارتر تون، نرجع مننقي شو بدنا نحن. عنا 4 مننقي أي وحدة بدنا. بذات الوقت فينا نسميها، يعني فينا نسميها ما بعرف جاك تنفترض، تحفظ أنا إنه أما حي الله شغلة فينا نسميها. سميتها بريست، اوكي صارت عندي بريسات جاك. هلا اذا انا ظهرت لبرا كنت عم شرع عم اشتغل بحفله، تنفترض شو ما مشرع، ولو كنت برا اما على الكويك سيلكت اذا ضلني كابس على السي، لو مشرع اذا ضليتني كابس عليها بيطلع عندي 4 بريساتات، وعندي بريسات اللي انا مستعملها اللي هي جاك. اذا بكبسها بيتغير كل شيء مثل ما انا سيفته. اوكي يعني مثل هلا اتسيف، يعني نحط البريسات اللي انا عملتها. هلا من بعدها في عنا شغلة التشريق لغير اورج. الطريقة هي بنفوت على جلوبال ميدي، عنا سكيل تيونينج، نكبس على سكيل تيونينج بيبين عنا البريستات الموجودة من الشركة اللي نحن طالبينها، اللي هو كرونوس، بولي افتر تاتش، ترايتون اكستريم، ترايتون كلاسيك، ترينيتي، ترينيتي في 3. كل هول بشرقوا جميع اورجيت الكورك. اللي مش موجود اسمهم هو بيكون بولي افتر، وهالشي بيخولنا انه نقدر نعمل ترانسبوز ونلعب كمان نتحكم بالبيتش تبع البي اي 1000 اذا بنلعب بيتش من فوق. بفضل عنا بس تشريق الترينيتي الفي 3. الفي 3 هو فعليا بشرقه بس ما بشرق الموس. هلا في شباب قال لي شو استفدنا وشو صار؟ لا بلا استفدنا، لانه كلهم معودين، كل اللي بدقوا عندهم في 3 بيعرفوا انه معودين عاملين بريستات وخالصين تشريق وكذا، بس عندهم مشكله ترانسبوز وتشريق فنحلل بهالموضوع. وفي بعد شغله تانية، من بعد ما ننقي اللي بدنا اياه اهم شيء يكون عندنا الميدي الفلترز، اوكي اللي هي موجوده لكن قلنا بالجلوبال ميدي بيرجع فلترز، بدها تكون على الشكل التالي 3 قصص اللي هن All Control Change، Program Change، Notes. هو اللي كرمال تمام يبعثوا إشارات للأورج التاني يستقبل إشارات ويخربط البرنامج. كل اللي بدنا إياه بدنا كابل ميدي، بدنا نطلع من هون Out ميدي Out ونفوت بالأورج الفوقاني ميدي إن. هيدا ولا أسهل من هيك، يعني ما في أسهل من هيك سكيل بتقدروا تستفيدوا منه من PA 1000 MG Edition. مرسي لكم ونشوفكم بغير فيديو. الله راضي.